الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد رسول الله. ونرجعنا تاني عشان نوري حضراتكم دلوقتي واحنا بنقفل الكاميرات. طبعا احنا كان من شويه واحنا بنفك كام ده قافل جوه ما بيتكررش زي ما احنا شايفين كده. الكاميرا تجيب معانا ونزق يرجع تاني زي ما سامعين وشايفين حضراتكم. دي اول جزئيه، دي اللي زي ما قلنا حضراتكم دي اللي بتحكم فيها اللي هي كميه البنزين اللي داخله الكربراتير من عن طريق المسمار دوت. الحاجه الثانيه البيستم، طبعا كنا برضو بنتكلم على البيستم ان هو ده كان صعب الحركه. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده طبعا سلس جدا، وده اللي احنا لسه ولا حطينا اي زيوت ولا اي حاجه. النصيحه ان احنا نحط هنا يعني نقطتين بس زيت باور، يعني ما نحطش زيوت تقيله او زيوت كتير ومش محتاجين كميه كبيره قوي، لا هو نقطتين بس زيت باور على الجزئيه ديت عشان تخلي البلي اللي جوه هنا يشتغل كويس، ما يبقاش فيه ما يحصلش احتكاك بينه وبين الجسم دوت. هنحط بس نقطتين زيت باور على البلي دوت. ده كانوا اهم نقطتين في الكربراتير اللي هو زي ما قلت لحضراتكم البيك بتاع البنزين نفسه عشان يتحكم في دخوله وخروجه، يتحكم في كميه البنزين اللي داخله للموتور. طبعا كان في برضو هنا كان بالنسبه للباب كان في تنوير وعملناه الحمد لله، فدلوقتي ده باب جديد الدنيا فيه مظبوطه كويس، مفيش اي تسريب ولا اي تنفيس منه. هنبتدي بقى نحط الجوان الجديد بتاعنا ونحط سن الابره، نختبر نشوف هل هي شغاله بكفاءه ولا لا. ودي طريقه الاختبار، ان احنا بنشفط ونسيبها نلاقيها شده شفتنا كده بحيث ان احنا متاكدين ان مفيش اي تسريب فيها. في حاجه تانية برضو احب اقولها لكم بالنسبه لتركيب العوامه نفسها مع الابره. تركيب العوامه هي عليها هنا ريشه زي ما انتم شايفين، بتركب كده او كده بايدينا كده، لكن لما نحطها هنا بيبقى في مكان لو ركبناها على الوضع ده بيبقى محمل شويه في جنب والمكان التاني محمل مش محمل زي ما احنا شايفين كده. مش عارف الكاميرا هتوريكم ولا لا، خليكم معايا. بسم الله، زي مثلا لو عملنا كده هي كده مظبوطه، لو عكسناها هتلاقي في جنب محمل، فده طبعا يخلي الابره في طلوعها ونزولها عطلانة حاجة بسيطة كده، فده طبعا مش كويس. بنزل إبرة، الإبرة راحت فين؟ بسم الله. البنز أنا حطيته فين البنز؟ بنزل إبرة راحت فين؟